مشاهدينا، حلقة جديدة من هنا ليبيا، أهلا بكم. والبداية بالموجز المحلي. وجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج بتنظيم أسعار اللحوم والدواجن والبيض والمياه ووضع الحد الأعلى لسعر البيع وفق معايير محددة تستند إلى تقرير الأسعار. نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن حركة معبر راس جدير ستبقى مقتصرة على الحالات الإنسانية الصحية والدبلوماسية، وذلك بعد أن كان من المقرر فتح المعبر أمام حركة المسافرين وإعلان استعادة نشاطه الكلي من الجانبين الليبي والتونسي اليوم الاثنين. أكدت وزارة التعليم في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على إلغاء امتحانات 90 طالب بالشهادة الثانوية في أول أيام الامتحانات بسبب اشتراكهم في الغش ومحاولة إدخال هواتف للجان. ألزم جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي أحد الشركات المنفذة لأعمال كهربائية بوضع علامات مرورية ولافتة توضح اسم المشروع. تابعت عدسة برنامجنا امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للدور الأول بمراقبة التربية والتعليم ببلدية لبيار، فلنشاهد. اليوم بحمد الله انطلقت امتحانات الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي بمراقبة التربية والتعليم بلدية الأبيار، وكان عدد الطلبة 744 طالب موزعين على 7 لجان، 5 لجان داخل المدينة ولجنتين خارج المدينة. أتمنى التوفيق والنجاح لطلبتنا جميعا. نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه العملية الامتحانية داخل المراقبة من رجال الأمن ومن جهاز الحراسة المرافق التعليمية. نشكر إدارة التفتيش التربوي برئاسة الأستاذ فرج آدم القاسم ورؤساء لجاننا ومكتب الامتحانات وكل معلمينا ومعلماتنا ومدراء مدارسنا الذين ساهموا في إنجاح هذا الاستحقاق الامتحاني لطلبتنا الأعزاء. نتمنى التوفيق والنجاح لطلبتنا وندعو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في عملنا هذا، ونتمنى النجاح لطلبتنا بجميع تراب ليبيا الحبيبة. الآن تمت زيارة مراقب التربية والتعليم ومكتب التفتيش التربوي، ونشكر الطلبة الحمد لله. اليوم عدة أسئلة سألناهم عن الامتحانات، وكان الامتحانات حتى الآن الامتحانات بعض الطلبة يقولوا بأنها الامتحانات ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني مر عليهم الأسئلة وليست أسئلة من خارج المنهج. نشكر حراسات المدرسة ونشكر جميع مراقب التربية والتعليم، من يحمل مراقب التربية والتعليم بلدية لبيار. كما رصدت عدستنا اليوم الأول لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للدور الأول بمدينة طبرق، والتي كانت بمشاركة 3021 طالب وطالبة. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحي أبو نجوى، مراقب التربية والتعليم بلدية طبرق. اليوم انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية بأقسامها العلمي والأدبي والديني. إجمالي عدد لجان الامتحانات في مراقبة التربية والتعليم طبرق 20 مقر لجنة، 4 خارج المدينة والبقية 16 لجنة داخل المدينة. يمتحن أمام هذه اللجان حوالي 3021 طالب وطالبة بالإضافة إلى المنازل والتكميلي. أيضا كل الاحترام والتقدير لرؤساء اللجان اللي حملوا على عاتقهم هذه الأمانة. أتمنى التوفيق للمراقبين والملاحظين في لجان الامتحانات. كل التحية لمكتب الامتحانات بلدية طبرق الذين واصلوا الليل بالنهار للوصول إلى هذا الاستحقاق. أتمنى التوفيق لأبنائنا الطلبة في هذه الامتحانات، وإن شاء الله ربنا يوفقهم ونجدهم في الجامعات. كل الاحترام والتقدير للجميع. أيضا أشكر قناتكم الموقرة لمتابعتها لمثل هذه المواضيع التي تخص المواطن الليبي. كل الاحترام والتقدير وكل
تقديري واحترامي للمركز الوطني للامتحانات الذي واصل الأيام جميعا للوصول إلى هذا الاستحقاق. كل الاحترام والتقدير للجميع ولكل مجتهد نصيب. بسم الله الرحمن الرحيم. سلمى عبد العزيز كريم مدير مكتب امتحانات طبرق. اليوم انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية، بدينا في جولة على المدارس وكان الوضع يعني وضع تمام ويطمن. عدد الطلبة كان 3021 موزعين على 20 لجنة، 16 لجنة داخل المدينة وأربع لجان خارج المدينة، والحمد لله يعني الأمور كلها ماشية في الوضع السليم إن شاء الله. طبعا الامتحانات انطلقت اليوم 23/6 وإن شاء الله حتستمر عند يوم 11/7، ونتمنى التوفيق لطلابنا وإن شاء الله ربنا يوفقهم في الامتحانات. مدرسة مهلية فراج محمود، اليوم امتحاننا مادة إنجليزي سنة ثالثة ثانوي، امتحان فيه شوي لكنش كانت غير عاد وانت حظك، لكن نقلنا فيه الوعارة شوي، حلينا نص ونص إن شاء الله خير. أنا طالب محمود عبد الخالق خدر فراحان، اليوم أريد نحكي عن امتحان الإنجليزي. هو من ناحية صعب صعب، لكن أنك أنت كير إن شاء الله حل، لكن هو صعب لأننا صعب، وواجهتنا مشكلة في التظليل وفي يعني وفي الامتحان بروحه، واللي قيري ينجح. يواصل جهاز الحرس البلدي بمدينة درنا حملاته على المحال التجارية والمخابز والصيدليات والأسواق لضبط المخالفين، حيث تم ضبط العديد من المواد الغذائية والأدوية التي لا تصلح للاستهلاك البشري وتم التخلص منها. كما تعاني هذه المواد من سوء التخزين وانتهاء الصلاحية، وكذلك لوحظ عدم التزام أصحاب هذه الحرف بالشروط الصحية. مراسلنا إبراهيم غضبان تابع الحملة وعاد لنا بهذا التقرير. فدي فضل رحبوا بك. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ وهذه مواكبه للقناه لاحدى حملات كان في مدينه درنا، يا ريت تحكي لنا عن الحمله هذه، ايش اللي لقيتوا فيها، ايش النصائح، ايش صار معاكم؟ والله هذه حمله مكثفه بناء على تعليمات رئيس الجهاز اللي هو سالم بوفارس، وعندنا كتابات فيه انه درنا حمله مكثفه سواء على العيادات أو المستشفيات العامة والخاصة بالكامل، وحززنا حتى من اندباش وادوية منتهية حتشوف، وبالباقي جولة كاملة على جميع الأنشطة التجارية في مدينة درنا. على الخضروات أنت شفت الكميات، البطيخ والدلاع والخوخ والنيم خمج، ناس مغيرة تقطع بينها بين ربها، ما فيش داعي أن احنا نذكر أن في ناس أجيان إبراهيم هم اللي مخربين الدنيا ويحموا فيهم ناس أخرى، يجي يبيع يقول لك رقد ريح، لا رقد ريح دير الإجراءات الرسمية وخليه يشتغل رسمي على عينه راسنا، ما عندناش مشكلة، لكن لا تلقاها شهادة صحية لا إجراءات لا حتى بصيرة، ما تعرف منين جاي، هذا يرتكب لك أي جريمة في وبعد عدي دورة. نحن متشدين عن برامج هذين وفرض القانون قاعد، والتجار نقول لهم يخافوا ربي، يعني انت شفت البضائع اللي محجوزات ومواد تطهير بتاعت النظافة هذين كل يعني مواد بصراحة مخمدسين، انين تنتهي التاريخ متاحن وبعد ايش يديروا، يقعدوا ياخذوا فيه للأسواق العامة يبيعوا فيه. انا تلقى انت الثلاثة بعشرة جنيه ولا بخمسة جنيه بسعر بسيط، باش المواطن بسعر بسيط، باش المواطن اللي باهت التاريخ اللي باهت الشيء القطع حتى في شكرة ويعدي. يعني نحن مسكنا الناس مرضى العدوك في أوبية ورحلناهم، تم ترحيلهم. شنو الأمراض يعني حتى المواطن يكون في يعني عارف خطورة الموقف، يا ريت تحكي لي يا فندي فضل الأمراض اللي لقيتوهن والأشياء اللي لقيتوهن شنو بالضبط؟ بالنسبة للأمراض والله يا ريت أوبية عندك وباء كبد سي درجة خطيرة، لقينا مرحلة إيدز جاي مجرم محكوم بعشر سنوات ويتعاطى في الهروين ويني وقاعد يدور عندنا، ومسكناه ورحلناه سلمناه للهجرة غير شرعية وتم ترحيل. يعني نحن نمسك من هنا ونشيله الهجرة غير شرعية في مرتوبة نسلمه في لهم باش هم يرحلوه يسلموه للتميم، والتميم يتسلم القبرق ويعدي يترحل.
بالنسبه للمواد الغذائيه وخلفنا تو الان سيتم اعدام هذه الكميه، يعني عاده في الاسبوع في الشهر يعني تقف كميه كبيره ديما. والله ايش نقول لك، نحن هذه عاده مرات اسبوعيا مرات شهريا، نحن تو بهذه قريب 15 شاحن، بهذه الشاحن هذه قريب 15 شاحنه كلهن مواد غذائيه منتهيه، كلهن بجميع انواعهن، في الطماطم جاء محظور، الانمار والواحد اخر صيني مزبون مدير صيني لكن هو مش صيني مزبون ماستر، مسكنا منه كميات كبيره يعني وعدمناهن. الادويه نفس الشيء، تطلعنا في حاجات يا راجل مرهم، مصدرت مصر للسودان، السودان درعانا حتى في حماميد وجمال ولا مرسدسات وجايبتها هنا، جاي هنا منتهي من الحرارة، جاي من الحرارة ومن اللي صح تاريخها ساري المفعول لكن هو منتهي سوء تخزين. يعني نحن تو نبهنا بحملتنا هذه، والحملة هذه مستمرة، حيكون كل محل لازم بإجراءات رسمية وبترخيص وبالنظافة بالمتابعة المواد الغذائية اللي عنده بالتاريخ، لأن طبعا الناس فيه اللي والله مرات حتى أنت تجي متبهتش التاريخ، تجي تلقط وتأخذ حاجتك، يعجبك السعر ويعجبك السعر وتأخذ حاجتك وني، لأن طبعا رأى المواد هذين يا جماعة مديورات بمواد حافظة، البرنامج العلب كله مديور بمواد حافظة، الجلفينة الحكة هذيك من جوا تحفظ بعد ما يصير شيء، حتى هي سارة المفعول عرفت تحصل صفت بسيط، هذه تقعد حتى هي حتى سارة المفعول تنعدم، لأنه ينطغر عليها سم تسبب تسمم فيها على طول تقعد فيها مشكلة. الباقي الملاحظات نوجهوا فيه لهم حرفيا، الصيدليات نفس الشيء، لازم يكون صيدلي دكتور صيدلي، مش اي واحد يجي يصرف دواء، لان الدكتور الصيدلي فاهم الروشيتك تجي يعرف هذا ايش ينصرف له، كم ملي كم تاخذ الدواء هذا مره كم ملي، مش عمليه تجاره، نحن لقينا عمليه تجاره، واحد لقينا داير جدول يا رجل باهت في الدواء كح هذا فطار ما رقم واحد دواء نيفا رقم اثنين، قلت له وين نظام مواد غذائيه، نظام مواد غذائيه ويبيع وخلاص، هذين كل تم تسميح لين يعالجن اوضاحن ويعدلن وضحن القانوني، كل فرض القانون موجود في عقوبات شديده في حبس في كل حاجه فيه، لكن نحن تو ما زلنا ننبه ونعطف انذارات ونوجه لهم فيني بعدها حيكون فيه مخالفات رادعه. ان شاء الله تكون الرساله وصلت يا فندي فضل الله، وان شاء الله يكون يعني الناس تعرف والمسؤولين يعرفوا حتى المواطنين ان صحه المواطن خط احمر، يعني صحه المواطن تهمنا وصحه المواطن خط احمر، وان شاء الله نحن طبعا مستمر الحمله هذه باستمرار سواء صبح ولا عشيه يعني وما لهاش وقت معين يعني كل مره نختاروا في موقع ونمشوا له. والان فاصل ونعود للمتابعه. أقيمت بطولة تنشيطية لكرة الطائرة بمدينة ودان ببلدية الجفرة، إذ انطلقت بمشاركة عدة فرق من مدينة سرت وغدوة وبلدية زلة تحت مسمى تحية وفاء للأهل المرحومين أو المرحومين أنيس السرار وجمعة بشير. بطولة تنشيطية لكرة الطائرة أطلقها المشرفون على ملعب تي تي لكرة الطائرة بمدينة ودان ببلدية الجفرة، حيث انطلقت البطولة التنشيطية بمشاركة فرق من بلدية الجفرة وسرت وكذلك بلدية غدوة وبلدية سلة، وأقيمت البطولة التي استمرت لثلاثة أيام تحت مسمى تحية وفاء لأهل الوفاء المرحومين أنيس السرار وجمعة بشير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نحن في يوم الجمعة 22/6 قد قمنا نحن لجنة ملعب نادي تيت كرة الطائرة بدوري تنشيطي كرة الطائرة للمرحومين محمد أنيس محمد السرار وجمعة بشيريامي. نتمنى أن تمشي الدورة هذه على حسن ميرام، ومشاركة أربع فرق، ست فرق، أربعة من اثنين من خارج جفرة، فريق نادي سرت التخصصي وفريق غدوة وفريق عافية هون وفريق من زلة، واثنين عند زوز فريقين من ودان، يعني عرفتوا، وإن شاء الله تمشي الأمور، وهذا
يعتبر نفس الوفاة من لجنة ملعب نادي تيتي للمرحومين، ونسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء، وإن شاء الله ربي يغفر لهم ويساوي لهم أهلهم الصبر والسلوان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نفتتح الدورة لكرة الطائرة بملعب تيتي بودان. هذه الدورة سميت بالمرحومين أنيس السرار وجمعة بشير، هؤلاء أعضاء فرق العمل التطوعي في منطقة الجفرة وسرت والكفرة، وقدموا الكثير لنا في هذه السنوات الماضية، رحمة الله عليهم، لن ننسى ذكراهم، حيبقى ذاكرتهم موجودة في داخل قلوبنا، وإن شاء الله ربي يغفر لهم ويرحمهم، ونتمنى من الله العلي القدير أن يدخلهم جنات النعيم. بسم الله. الكتش حنيش محمد فرج، مدير فني لنادي سيرت التخصي. طبعا اليوم مشاركين بفريق الأول لنادي سيرت التخصي بعد دعوة كريمة من ملعب تي تي بمشاركة في دوري مع المرحوم أنس السراري والمرحوم جمع. طبعا هذه رابع دورة مشاركوا فيها في ملعب تي تي. طبعا نحن داعمين لملعب تي تي في كل محافل لدارها السابقة والحالية. إن شاء الله اليوم احنا في المجموعة الثانية، باهي معنا العين ومعنا عافية، باهي إن شاء الله مباراتنا هي الثانية بعد المباراة هذه الحالية، اليوم غدوة وزلة، إن شاء الله تكون مشاركتنا في الصورة المطلوبة ونعطوا أداء حسن يليق بالكرة السرتوية في اسمها داخل الملعب. تحظى كرة الطائرة باهتمام كبير من قبل الشباب ببلدية الجفرة، وتقام الملاعب بمجهودات ذاتية وكذلك المسابقات على أمل أن تلتفت وزارة الرياضة وتقيم صالات رياضية خاصة بهذه اللعبة وتهتم بها وتنمي من قدرة الشباب الهوينة لهذه الرياضة. لقناة دبليو تي في الزبير العربي، مدينة ودان، بلدية الجفرة. قامت مراقبة الخدمات والشؤون الإدارية والصيانة العامة بشركة سرت بطلاء صناديق الإطفاء الخاصة بمحطة الكبس وطلاء الأشجار وتنظيفها، بعد أن كلفت مجموعة من العاملين بالشركة من فئة الصم والبكم بهذه الأعمال. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجههم، إلا أنهم أثبتوا جديتهم ودقتهم المهنية في إكمال المهام بالشكل المطلوب. قامت مراقبة الخدمات والشؤون الإدارية والصيانة العامة بأخذ الإسباقية والقيام بطلاء صناديق مياه الإطفاء الخاصة بمحطة الكبس، وأيضا طلاء الأشجار وتنظيفها الخاصة بالمحطة. المجموعة التي تم تكليفها لهذه العمل هي مجموعة من الصم والبكم، ولكن يملكون من الجودة والدقة والمهنية والحرفية درجة عالية، بإمكانهم إنجاز هذه الأعمال بصورة ممتازة، وهذا ما هو تم بالفعل، حيث واصلت جهودهم بالليل والنهار لمدة أكثر من أسبوع، وتم فيها العمل بصورة متميزة. أنا محمد شيرة، موظف في الشركة محطة الإطفاء الخاص في البركة. أنا مجموعة معايا مجموعة تزم أربعة، وأنا قاعد معاهم ساهم فيهم. أنا سمعي ضعيف شوي، معايا ثلاثة مجموعة تزم بكم قاعدين في المحطة الإطفاء الخاص نخدم فيها في السنة، كمان حاجة بشوية
حاجات الحديد امتدوا شوي، ردوا فيه وحاولوا يستدعوا وزوقوا فيه من مرة جديد. حديد طبيعية قديمة، توا باع شوي، كمان تجيب شوي، كمان تجيب شوي، توا جو ساخن، خلينا على شوي، ننزل شوي حرارة تريحهم وبدينا نخدموا. معنا ثلاثة جايين من ثلاثة، حديد في محطة. بارك الله فيك والحمد لله. تجمع العشرات من مربي وهواة الكلاب في مدينة بنغازي، وذلك بعد دعوة أطلقتها مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها وباسم تحت اسم تجمع كلاب بنغازي. ويعتبر هذا التجمع لمربي الكلاب هو الأول من نوعه، فلم تشهد المدينة حادثة من قبل مثل ذلك. وكان الاهتمام الكبير من بعض السكان بتربية الكلاب سهل من نجاح هذا التجمع. وهي ظاهرة أول مرة تصير في بنغازي، وكما تقول تشجع الجماعة اللي هم المربين الكلاب واللي عندهم هواية بالحيوانات الأليفة والحاجة هذينا، فتجمع كويس ونبوا الناس كما تقول على الأقل تفكوا من نطلعوا من برنامج السياسة ونطلع من برنامج الفتنة والكذا والحاجة هذينا، فتجمع لم الناس يخليهم يهدزوا مع بعضهم ويشوفوا بعضهم وكذا وتعرف الناس على بعضهم، ويعني ظاهرة كويسة يعني كما تقول بالنسبة للتجمع هذا يعني. وإن شاء الله نشوفوا تجمعات أخرى بحاجات أخرى ومنوعة يعني كما تقولوا، وإن شاء الله خير يعني كما تقول إن شاء الله. في مجموعة شباب نعرفهم شخصيا، الناس يعني كما تقول إن معتبرين تربية الكلاب هذه تبعدهم عن المشاكل وعن الفراغ وعن الاختلاطات الغير مفيدة، يعتبروها انها هوايه تنمي قدراتهم هم وتنمي فراغهم وتمنحهم يعني ان لما يكون ما يكونش عنده وقت عمل مثلا خاص به ولا حاجه يعطي باقي وقت فراغه للهوايه هذه، فيبتعد عن المشاكل، يبتعد عن الاحداث السيئه اللي قاعده تحصل في البلاد. والله من وجهه نظري اعتبرها كويسه، يعني هي طبعا فيها وجهات نظر واجده وفي ناس معترضين عليها الكلام هذا، لكن اعتبر ان الناس في حاله يعني وكويس يعني شيء يلهيهم عن الواقع يعني. مجدي بن جبريل فنان تشكيلي من قرية تويوة بوادي الحياة، أحب فن الخط حتى تطور إلى الكتابة على الخشب. القصة كاملة مع مراسلنا رمضان كرمفودة بمدينة سبها لنشاهد. كانت بدايتي في 97، فعندي استاذ عمر الخير الياس، باعتبار زمان اقتحمنا في نادي اسمه نادي سليمان خاطر للمواهب، فالتحقت في دوره في مجال الخط والرسم. خلاص تتلمذت على استاذ عمر الخير، تدربت على يدي يعني، تعلمت الخط وأساسيات الخط. بعد تالي وقفت شوية يعني، قالت مع مرور الوقت قالت خشيت للنت، قالت نطور في مهاراتي وفي الإبداعاتي وفي الخط من خلال النت يعني. وكتاباتي كلها أغلبها على الخشب، بالحبر، بالكاوي بالنار، رسم وخط كله على الخشب. المواد طبعا اللي نستخدم فيه اكثر شيء عندك توزيع الميداليات، مفاتيح السيارات هذه نستخدم في اغصان الزيتون، اكثر شيء اغصان الزيتون قعدت نقص فيهم بروحي ونظبط فيهم ونسنفرهم ونكتب عليهم الاسم او اي حاجه يعني على حسب طلب الزبون. شو والله اللوحات هذه الفنيه كلها كتابه بالنار. خديت جهاز طبعا متاع كاوية وقعدت نجرب فيه على كم من خشب ما مشى معي، لكن جربت الخشب الرقيق هذا اللي يقولوا له احنا نقولوا له بالعاميه الكوبستات، هذا كويس في الكتابه بالنار. خلاص قالت نستخدم فيه ونكتب به منحوتاتي ورسم كله على الخشب، اكثر شيء خشب الكوبستات. اول انطلاقه لي كانت في مهرجان جرما السياحي الرابع، هذه اول مشاركه لي. بعدها شاركت في معرض الابداع
الابداع ومعرض الابداع والرسم في محله في بلديه بن تبيه. خلاص شاركت معهم في مجال الخط والرسم، طبعا ذاك الوقت مازال ما خشيتش على النحت. فبعدها شاركت في مهرجان ام الحمام في منطقه وادي عتبه، ومنها شاركت في راليات رالي فزان الصحراوي بمنتجع قمر الصحراء بتويوة، ومنها شاركت في مهرجان غات السياحي دورتي 29. هذه أغلب مشاركاتي، وباقيات كل محلية طبعا في بازارات وزي يعني. الدعم المعنوي كله كان من الأهل والأصدقاء يعني. طبعا كل ما نرسم أو نكتب أي حاجة يعني بالخط وننزلها على النت يقولوا لي استمر استمر ما شاء الله. خلاص قاعده تنطور من روحي بشوي شوي، كل ما مثلا حد يطلب مني حاجه نديرها احسن من اللي قبلها يعني، فهمت علي؟ فتبين نقول لك مازال ما وصلت وين نبي. انا باعتباري طبعا طموحي اني اشارك في معرض زي معارض طرابلس الدولي ومعارض دوليه، هذين عمري مازال ما شاركتش فيهم يعني. فامنيتي اني اشارك فيهم، وامنيتي اني نفتح دورة خط العربي، لأن ناس واجد شادين فيه افتح دورة، لكن إن شاء الله في جايات إن شاء الله يكون أحسن. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا، أمسية طيبة وإلى اللقاء.